احنا بنستعد للاسبوع القادم لبدايه امتحانات القدرات الثانويه العامه. احنا طبعا بناخد علمي علوم وعلمي رياضه. بنرحب بكل طلاب الثانويه العامه الحاصلين على علمي رياضه وعلمي علوم، ان شاء الله مستنيينهم وبنستقبلهم في الكليه عندنا. الامتحانات في الغالب هتبتدي على منتصف في الاسبوع القادم ان شاء الله، على يعني اواخر شهر يوليو في الغالب. بيبقى يعني الامتحانات في الغالب يعني بتبقى طبعا بنقيس فيها المهارات الفنيه اللي عند الطالب، في ان ازاي يبتكر تصميم، ازاي يلون، ازاي يحط تناسق مجموعه لونيه مع بعضها، ازاي يعمل تصميم سواء كان لمنتجات او لكان حاجات وظيفيه اعلانات لتصميمات ملصقات، الى جانب المهارات الرسم اليدويه بالقلم والرصاص، ازاي يظلل ظل ونور، ازاي البعد، الحاجات القريبه الحاجات البعيده، العمق ازاي يظهر في التصميم، والمنظور الهندسي ازاي يحس بالابعاد المكان ويشغل المكان ازاي. كل دي حاجات بنركز عليها في الامتحانات. كل سنه بيبقى فيه شق تغيير. احنا لسه يعني هنعرف بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي ما تبتدي الامتحانات ايه طبيعه الامتحانات، بس هو ده دي المهارات اللي احنا بنحب نقيسها. يعني انا ما بتكلمش على نظام الامتحان قد ما بتكلم عن المهاره اللي احنا مطلوب نقيسها، سواء كانت مهاره تفكير ازاي يفكر ويحط تصميم، مهاره ازاي يلون مساحات لونيه مع بعضها، مهاره ازاي يرسم بالقلم الرصاص وازاي يظلل. فهي دي المهارات بقى، اي يعني اختلفت طبيعه السؤال، لكن هي دي المهاره اللي احنا بنبقى حابين نقيسها عند الطالب بصفه عامه. انصح الطلاب ان هم عدم الانقياد وراء صراحه السناتر والدروس الخصوصيه اللي في مجال الرسم، لان الرسم ده حس فني، حس هو لازم يحسه، هو لازم يشوفه، يبص كتير، يتفرج على مواقع انترنت، يخش على مواقع التصميم، ياخد خبره، عينيه تشوف، عينيه تتعود تشوف. هي دي يمكن حاجه دايما اقول عليها، انا مش حاجه هسمعها في محاضره مرتين ساعتين ثلاثه واروح اطبقها، لا، الفن حاجه تانية خالص. احنا بقالنا 4 سنين بناء على القرار الوزاري لا مفيش نهائي خالص اي دورات تدريبيه داخل الكليات الفنيه، زي ما قلت ده بقرار وزاري، واحنا كلنا بننفذ نفس النظام. ايه وجهه النظر؟ ان زي ما لسه بقول ان الفن ده حاجه بتمارس، لازم يبقى عندي الحس الفني اللي يأهلني اصلا انا اخش الكليه. مش انا حد عمري في حياتي ما مسكت قلم، عمري في حياتي ما مسكت ورقه، ما رسمت وهاجي اقول هاخد كورس فهنجح فهخش، استحاله. اذا ما كانش عندي الدافعيه وعندي المهارات وعندي الاحساس الفني جوايا من الاول خالص، مش هنفع اخش الكليه. فعشان كده بقول ايه، اتفرج كتير، ابص، اجرب، ارسم، ادرب نفسي، كل ده بينمي مهاراتي. طبعا احنا التجهيزات ابتدينا يمكن استعداداتنا من الاسبوع اللي فات في شراء الخامات بتاعتنا اللي احنا عايزينها، خطيبنا الجامعه عشان يجي الطب الوقائي يعمل تعقيم للكليه كلها طبعا عشان حالات كورونا اللي بتزيد، فقلنا نطمن بحيث يبقى في تعقيم. تم توفير الماده المعقمه بحيث احنا الفنيين المدربين خلال الفترات ما بين الفترتين يتم تعقيم القاعات برضو. البوابات التعقيم بتاعتنا اللي على باب الكليه بنعملها صيانه عشان الطلبه تعدي منها، يعني بناخد بعض الاجراءات الاحترازيه طبعا خاصه بكورونا، بتوسيع القاعات زي ما هي برضو. ده ما يخص القاعات والتجهيزات الاداريه يعني. والى جانب طبعا اعداد الطلبه، احنا بنتقبل يعني بناخد في الغالب في اليوم ما بين 500 ل 600 فتره صباحيه، وما بين 500 ل 600 برضو فتره مسائيه، يعني ما يعادل من 1000 ل 1200 طالب خلال اليوم الواحد. طبعا الطلبه دايما احب اناشدهم ان احنا دايما اول ما نخلص ثانويه عامه، عشان الطلبه كتير للاسف بتستنى لما النتيجه تطلع تيجي لنا، لا، بمجرد ما بنخلص الامتحان ابتدي اسال، اخش على موقع المجلس الاعلى للجامعات، افتح اللينك الخاص بامتحانات القدرات وابتدي اشوف ايه التعليمات اللي بتنزل لي. كل يوم اتابع امتى يبتدي فتح الحجز، الحجز بقى اونلاين، فبالتالي هو بيدخل الداتا بتاعته اونلاين وبيحجز وبيتحدد له الميعاد اونلاين، مفيش خلاص تواجد عندنا في الكليه عشان نقلل التواجد ونقلل الزحام اللي كان بيبقى طوابير موجوده عندنا. الدفع بقى الكتروني عشان نوفر برضو فرصه ان الناس تيجي وزحمه وطوابير وشمس وبتاع، وفي ظل توجه الدوله وتوجه جامعه حلوان للتحول الرقمي حابين ان يبقى كل التعاملات رقميه، بحيث يبقى الطالب يجي خلاص هو جاي من بيتهم داخل على قاعه الامتحان، لا في بقى تواصل ولا في اي حاجه عشان ما يبقاش في الزحام بصفه عامه.